السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين القناة الكرام. الفيديو النهاردة وصفتين لعلاج صبغات البشرة وعلاج حب الشباب وعلاج الكلف وعلاج النمش. طريقة سهلة وبسيطة، وصفتين طبيعيتين. تابعوا معنا الفيديو للآخر. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. المكون الرئيسي في الوصفة بتاعتنا السيريس البري أو الهندباء أو الشكارية أو سن الأسد، وفي اليمن يطلق عليه المرار، وفي بلاد المغرب تسمى الالتفاف البري، ويطلق عليه سكان فلسطين والأردن وجنوب لبنان اسم العلت أو درخشقون، ويسمى في صعيد مصر باللبين، وبرضه بيسمى بالسيريس بعض مناطق مصر زي ما انتم شايفين. بيوجد بكثرة في فصل الشتاء. بعد كده هجيب أي إناء به ماء، وضع فيه حوالي ربع كوب من نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب كوب من الماء، ناخده معلقة صغيرة من لبان الذكر أو لبان الكندر، نحطهم في الكوب واسيبهم من 5 ساعات لاتناشر ساعة. بعد كده أكون مغطي الكوب جيد، ورجعت لكم تاني بعد 12 ساعة. هجيب معلقة وأدوب المكونات، شوف المكونات عملتي معي. دوبهم كويس، هجيب كوب تاني واجيب مصفى واصفي المية بتاعت لبن الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما صفينا منقوع لبان الذكر سبناه من الليل لغاية الصبح. هنجيب الهندباء أو اللبين أو السيريس بعد ما غسلته زي كده وجف مرة واثنين وثلاثة لغاية لما نضف معاي. وده شكله، في شكل بيبقى ورق زي كده، وفي شكل برضك بيبقى ورق زي كده، هما 2-1. اتخلص من الاوراق اللي شكلها مش كويس زي كده او مصفرة، دي ما تلزمنيش في حاجة. هجيب سكين زي كده، ابتدي اقطعهم قطع صغيرة بعد كده هجيب المفرمة
بعد كده هجيب منجوع لبن الذكر او الكندر او علك المرة وادوبها كويس زي كده، واخد من 6 معالق ل10 معالق بعد كده هبتدي افرم الخليط بتاعي. وابتدي اجيب مصفى زي كده وابتدي اصفيه. الوصفة الثانية هنحضر ملعقة كبيرة من الأرز العادي مش البسمتك اللي هو العادي زي كده، هناخد معلقة كبيرة أو معلقة ونص وهنضيف عليهم كوب إلا ربع أو نصف كوب ماء ونرفعهم على النار لحد ما ينضج. بعد ما ينضج برضك هكمل معاكم الوصفة. برضك هجيب السريز زي كده او الهندباء او الجعضيط، بعد كده هقطعهم حتت صغيرة. هجيب الكبة او المفرمة او الخلاط، بعد كده هجيب الأرز طبعا مستوي معاي زي ما حضراتكم ملاحظين مستوي معاي، أفضيهم في المفرمة بتاعتي أو الكبة. بعد كده أول حاجة هطحنهم، بعد كده هنزل بالسريس. بعد كده هجيب كوب واجيب مصفى معاي وابتدي اصفي الخليط بتاعي. طريقة استخدام الوصفة، هنقوم بإزالة المكياج من على البشرة، عمل حمام بخار للبشرة، بعد كده هنجفف البشرة كويس، هنجيب الماسك بتاعي، هاجي استخدم فرشة ومن أسفل إلى أعلى. تحت الجفون
بعد كده هترك الوصفة على الوجه حتى تجف، ممكن ربع ساعة، تلت ساعة، نص ساعة، مفيش أي مشاكل. بعد كده هغسل وجهي بالماء الفاتر، بعد كده هضيف أي كريم مرطب للبشرة. تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع لمدة شهر. دي وصفة فعالة لعلاج الهالات السوداء وعلاج تصبغات البشرة وعلاج النمش. يا رب الوصفة بتاعتنا تكون نالت إعجابكم. لو عجبكم الوصفة لايك، اشتراك للقناة فضل من ليس أمرا، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد إن شاء الله.